خالص عليا انا. فقعدت تحس ان انت في مهام جسيمه، يا تحافظي على السمعه يا سيب المكان. ده اول محل انشئ من فرج يهودي مصري، هو المنشا بتاعه بلغاري بس هو بالجنسيه المصريه. انا عندي باسبورات قريبه في المحل اللي موجوده برضه في الدفتر، اللي هو جنسيته مصريين ادينا اسرائيليين. ادينا اسرائيل، معرفش ادينا ازاي تبقى هي اسرائيلي. كانوا زمان بيقولوا على اليهود ان هم الطائفه الاسرائيليه. والدي كان بيطلع من المدرسه الابتدائي والاعدادي الثانوي على المحل لحد ما اشتغل مهندس في شركه في المساحه الفيوم. كان يجي من الفيوم على المحل. احنا ما كناش بنشوف واحنا اطفال غير يوم الاحد، اليوم الاجازه، لحد ما توفى كان بينزل المحل. والدتي كذلك لحد ما توفى كانت بتنزل المحل. هما الاثنين اللي حافظوا على المحل. جدي كان مدير المحل وكان هو نقيب الساعتيه. لما توفى سنه حاجه و70 71 او 72، بابايا كمل المشوار، بس كان بيكمل وهو طفل كان جنب والده زي ما انا كملت مع والدي. حاليا انا بقالي حاجه و30 سنه في المحل، برضه من المدرسه الاعدادي للثانوي للجامعه في المحل. تيجي لي اي وظيفه اسيبها، جالي شرطه ونجحت فيها سبتها، صحافه 3 سنين سبتها، تدريس سبتها، سبتها مش ماليش حظ، لا كان ليا حظ والحمد لله. الناس كانت يعني عارف سبت ليه يا جماعه، يعني سبت ليه اصلا المجال دوت؟ قلت لهم عشان المحل، عشان الحمد لله الجينات الوراثيه بتجري فيا في المجال دوت. احنا الجيل الثالث، انا كنت بحضر اولادي ان هم الجيل الرابع. ما شاء الله بيلعبوا بلعب اطفال، لا بيلعبوا في السعاده، بيلعبوا في المكان. ما شاء الله. فاحنا كده هنبني المهنه ديت ان شاء الله. استاذ محمود سعد في برنامج ليه نادى ان المحل دوت المفروض يبقى متحف. فاحنا فين في الكلام دوت؟ معنى ان انا اصور مثلا لا يقل عن 20 لقاء تلفزيوني، 30 جريده قوميه واهليه ودوليه، يبقى المحل ليه قيمه. مش انا اللي ليا قيمه، المحل ليه قيمه. احنا حافظنا على القيمه ديت. بس كان الاسم المحل هو هاينهارد الفار سلمون، حب يخلد اسمه بحمود الله طبعا. جاب سلمون من الشمال لليمين. هي خلاها بال دايما عندك اشعه الشمس بتعمد على توت عنخ امون ولا شاف الثاني. هو لا حب اسمه يبقى مخلود لله. دي حاجة جلالة الملك. الملك نفسه كان بيسرع. احنا دلوقتي معلش لو جالك حد تقيل يبقى عايز يعمل حاجة ببلاش، انت مش عارف انا مين. فاتورة الزعفران للاهلي، التحويل التجاري. كمان الفاتورة اهي. ده الملك فؤاد الأول 31 دوت. مين علم حضرتك الصنعة دي أول ما ابتديت؟ ناس فنانين. ناس فنانين مصريين ولا أجانب؟ لا مصريين. مصريين. مثلين هم أصلا اللي عمل مصطفى محمد اسمه ده؟ خلاص مخرج. اسمه لا اسمه اللي عمل بنك مصر محمد فريد. بنك مصر اللي عمل تمثال محمد فريد. محمد فريد. أيوة. بنك مصر. وعملت مع مصطفى نجيب احمد عربي في الزقازيق، وعملت تمثال معاه في نزله الشبك ايام حرب 19. معاه. ما انا عارفه التمثال، شفته.
شفتي ده تعامل كان زراعة كله، قالوا هنبني هنا مستشفى وهنا هنعمل مدرسة. وكنت أنا خالي كل ده ما كانش اتبنت، فتعاملوا حط التمثال، حطينا القعدة وبنينا التمثال في الفلاحة يعني حضرتك، وهو عمل كله. أنا ما شفتوش كمان بعد ما اتعمل. طب حضرتك بقى سبت التماثيل وابتديت في المانيكانات امتى؟ ابتديتها امتى؟ ابتديتها برضو بعد كده على طول، بعد ما سبتهم على طول ابتديت المانيكان. وكان صناعة جامدة وناجحة وكده هو؟ كان ناجحة ما طول عمري كنت شغال. من مواليد 1932 32 ما شاء الله يا حاج حسني، بسم الله ما شاء الله يا حاج. طب زباينك هنا هوت يعني انت لغاية اخر مثلا من الاسبوعين كان بيجوا لك يشتروا لك الحاجة؟ كل الشغل كان بيجيني، وعلى سمعة انا نزل في النت على ان انا نزل في النت وعامل المانيا فرنسا انجلترا، جات هنا صوروني وألمانيا صورتني شريط فيديو، قالت لي عاوزينك وانت بتشتغل وانت بتصنع يدوي هناك عندهم مكان. انت كنت بتصنعهم حضرتك يدوي. بتصنعهم يدوي. طب حضرتك يدوي كله؟ كله يدوي. المواد احسن من الثورة. احسن من للأسف كله كسروا كله كسروا. بص الطفل ده وراها الطفل خلال الثورة. شوف كمان عندي المسرح جوه ده عندي المحلين جوه كمان. ده بيعملوا كل ده باشكال مختلفة. يعني انا حاسه ان هو نحت وكل حاجه. تعالى وريني يا حاج حسني. شوف هنا عامل ايه. عماره اثريه. ده المنور خلاص. ده مش منور، ده المحل. ده المحل نفسه. المحل نفسه. شوفوا ازاي نزلوا عليا وهو كمان جوه. ده انا عايز اقول لك حاجه يا حاج حسني. انا كنت لسه شايفه لحضرتك فيديو مع زميل ليا، كان المكان يعني زي الفل. بص حضرتك تعالى. شوف انا عامل ازاي. شوف الاولاد كلها عامل ازاي. تعالى من هنا. ما انا جايه اهو. عامل ازاي؟ ده صح يا عالم، ده صح. دي ساعتك المكنات اللي كنا بنصنع فيها الاوالد اللي كنا بنصنع فيها. بص اتكسرت ازاي؟ دي الاوالد اللي كنا بنصنع فيها المكنات كلها. شوف كل دي الاوالد كلها طبقت جريت لما لقيت المشي. ان شاء الله باذن الله هيرجع المكان يا حاج حسني باذن الله. هيرجع ازاي يا حسن التاريخ؟ شوف الاول ده البلاستيك فايبر جلاس دي مش مفروض جديده يا حاج حسني؟ دي اللي بصب فيها. دي الاول اللي بنعملها. بصب فيها الاول. اللي هي قالت اعمل لي الشغل وخلصت لها الحاجات المنشنات دي. المانيا نفسها جت اتفرجت على الشغل اللي انا بعمله. شوف السقف ده نزل بحاله على الشغل والقوالب وكل ده نزل. الحكومه اساسها غير مطلوبه ان هي تسد منفذ او بمعنى صح منور. ان ده في ناس ساكنه ناس 70 سنه و80 سنه. العمارة دي تاريخ. العمارة دي 126 سنة. أنا من سنة 50 هنا. من سنة 50. من سنة 50. ربنا يديك الصحة يا حاج حسني. يعني أنا يعني اتعدمت يعني أما أشوف محلي كده واللي أنا عامله اسمي وعنواني ونزل في النت وصوري في ألمانيا وفرنسا بيجوني وأسبانيا بعمل لهم شغل لحد دلوقتي. دلوقتي دورت عمالين يقولوا لي عاوزين نجيب الشغل نحطه فين؟ قلت لهم انا اعمل ايه؟ هدوا عليا العماره وهدوا عليا البيت. هعمل ايه؟ وسايب فواتير عندهم. هعمل ايه؟ ما كملش الشغل. قال لي هعمل ايه؟